جينا قلنا ان الانر برودكت ده عباره عن فانكشن زي الفانكشن دي. الفانكشن دي انت بتعرف على ايه؟ بتعرف على فيكتور سبيس معين. الفيكتور سبيس بتاعي هنا هو مين؟ هو الار2. طيب الفانكشن دي زي ما قلنا بتحقق ايه؟ اربع شروط اللي احنا قلناها المره اللي فاتت. طيب هو هنا مش بيقول لك تشيك اذا كانت دي انر برودكت فانكشن ولا لا، امال بيقول لك ايه؟ بيقول لك هنا دي انر برودكت فانكشن خلاص، يعني الفانكشن دي محققه ايه؟ الاربع شروط. بيقول لك بقى باستخدام الفانكشن دي هل نقدر نقول ان دي والبي اورثوجونال فيكتورز؟ قلنا المره اللي فاتت علشان تو فيكتورز يكونوا اورثوجونال ايه الشرط؟ ها؟ لازم الانر بتاع دي والبي يكون بكام؟ بزيرو. طيب تعال نحسب كده الانر بتاع دي والبي. لو مثلا هو قال لك ان اليو بتاعك بي نيجاتيف واحد واحد والبي بتاعتك بواحد واحد، تمام؟ لو دي اليو دي البي، هل اليو والفي اورثوجونال فيكتورز؟ تعال نطبق الفانكشن دي. الفانكشن دي كلها تضرب الاول في الاول في اثنين، اضرب ده في ده في اثنين، يعني هتقول اثنين في نيجاتيف واحد في واحد. بعد كده اضرب الثاني في الثاني في خمسه، اضرب ده في ده في خمسه، يبقى بلس خمسه واحد في واحد. يبقى الكلام ده هيدي لك نيجاتيف 2 زائد 5 يعني هيديك كام؟ 3. طالما ما ادتش 0 يبقى ده معناه ان اليو والبي مالهم يا جماعه؟ مش اورثوجونال. مش اورثوجونال. ليه؟ عشان الانر بتاعهم ما طلعش بايه؟ ما طلعش ب 0. طيب تاني مطلوب بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا عايز الزاويه اللي ما بين التو فيكتورز، تمام؟ يعني انت لو عندك تو فيكتورز واحد اسمه يو واحد اسمه ايه؟ بي، وانت عايز الزاويه اللي ما بين التو فيكتورز. انت عارف ان الكوزاين الايه؟ الانجل اللي ما بين اثنين فيكتورز هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن الانر برودكت بتاع مين؟ يو في على ماجنتيود اليو في ماجنتيود الفي، صح ولا لا؟ طيب انا بقى دلوقتي خلاص الانر برودكت ده انا حسبته وطلع بكام؟ طلع بثلاثه. يبقى انا ناقص لي احسب مين؟ ماجنتيود اليو ماجنتيود الفي. طبعا تخلي بالك ان انت لما تيجي تحسب ماجنتيود اليو محدش يقول ان هو روت الكومبوننت الاولانيه سكوير زي الثانيه سكوير. الكلام ده ينفع بس في الايه؟ في الستاندرد. يعني ايه في الستاندرد؟ يعني انا لما اعرف لك الستاندرد انر برودكت اللي هو مين؟ اللي هو الدوت برودكت العادي. الدوت برودكت العادي ان هنا ما يبقاش فيه اثنين، تضرب الاول في الاول، وهنا ما فيش خمسه، تضرب الثاني في الثاني. ده الدوت برودكت العادي. لو انا عرفت لك الدوت برودكت العادي ماشي اللي هو الستاندرد انر برودكت، ساعتها هتقول ان الماجنتيود هو ايه؟ بروت الكومبوننت الاولانيه سكوير زي الثانيه سكوير زي ما انت متعود. طيب امال بقى دلوقتي طالما انا معرفه الفانكشن مش الستاندرد يبقى الماجنتيود مش تقدر تحسبه بالطريقه دي، امال اقول ايه؟ اقول ان الماجنتيود بتاع اليو سكوير هي عباره عن اليو انر نفسها، مش ده اللي احنا عارفينه؟ لو انت عملت فيكتور انر مع نفسه تمام هيديك الماجنتيود ايه يا جماعه؟ الماجنتيود سكوير. طيب اعرف بقى اليو في نفسها بس بالفانكشن دي، يعني هتقول الكومبوننت الاولانيه الاولانيه يعني نيجاتيف واحد ايه؟ سكوير، هتضربها في كام؟ في 2، والثانيه في الثانيه في 5، يبقى 5 في 1 سكوير، يبقى الكلام ده هيدي لك 2 زائد 5، يبقى الكلام ده هيديك كام؟ هيدي لك 7، تمام؟ بس ده الماجنتيود سكوير، يبقى ماجنتيود اليو هيطلع بكام يا جماعه؟ هيطلع بروت 7. نفس الكلام لو انا عايز اجيب ماجنتيود الفي، اجيب ماجنتيود الفي سكوير اللي هي الفي مع مين؟ مع الفي. البي مع نفسها. طيب انا لما اضرب البي في نفسها اطبق الفانكشن دي، هضرب الاولانيه في الاولانيه يعني واحد سكوير وهضرب الكلام ده في اثنين، وهضرب الثانيه في الثانيه اللي هي واحد سكوير وهضرب الكلام ده في خمسه، يبقى الكلام ده برضه هيطلع اثنين زائد خمسه يبقى برضه هيطلع بكام؟ بسبعه، يبقى برضه ماجنتيود البي بكام يا شباب؟ ماجنتيود البي بسبعه. يبقى ده معناه ان كوزاين الزاويه عباره عن يو ماشي دي هتبقى عباره عن روت 7، تمام؟ ماجنتيود الانر برودكت طلع بكام؟ طلع بثلاثه، ماجنتيود اليو طلع بكام؟ بروت 7 في ماجنتيود البي بروت 7، يبقى الكلام ده طلع بكام؟ 3 على 7، يبقى السيتا تبقى عباره عن كوزاين انفرس يا شباب 3 على 7 وطلع رقم بالريديان، يبقى هو ده ايه؟ هو ده الانجل ما بين التو فيكتورز.
بيقول لك انا عايز المسافه ما بين التو فيكتورز. طب انا عشان اجيب مسافه بين التو فيكتورز بعمل ايه؟ اول حاجه المسافه ما بين اي اثنين فيكتورز بحسبها ازاي؟ بطرح الاثنين من بعض، تطرح اي واحد ناقص اي واحد، وبعد كده تروح تجيب الايه؟ الماجنيتيود بتاع الطرح ده ولا لا؟ فانت دلوقتي عشان تعمل الكلام ده تروح تحسب الاول مين؟ يو ماينس بي، يبقى اقول ده ناقص ده، ده ناقص ده اللي هو نيجاتيف 2، وده ناقص ده اللي هو كام؟ اللي هو 0. طيب بعد كده بقى الفيكتور ده انا عايز اجيب الماجنيتيود بتاعه، فمش هقدر اجيب الماجنيتيود بالطريقه اللي انا عارفها، فهروح اجيب الماجنيتيود ايه؟ سكوير. الماجنيتيود سكوير هجيبه ازاي؟ هروح ماسك الفيكتور ده عامل له انر مع ايه يا جماعه؟ مع نفسه. عامل له انر مع نفسه. طيب لما اعمل له انر مع نفسه اطبق الفانكشن دي، هضرب الاول في الاول في 2، يبقى هضرب الاول في الاول في 2 زائد هضرب الثاني في الثاني في 5، يبقى الكلام ده هيطلع بكام؟ بتمام. تمام. يبقى ده معناه ان الديستنس بتاعتك ما بين التو فيكتورز هي عباره عن ماجنيتيود ايه يا جماعه؟ اليو ناقص الدي اللي هي روت كام يا شباب؟ تمام. روت 8. تمام؟ تمام. يبقى احنا كده عرفنا لو انا عرفت لك فانكشن ازاي بقى نقدر نجيب ايه؟ نعرف الفيكتورز دي اورثوجونال ولا لا؟ نقدر نجيب المسافه بينها، نقدر نجيب الزاويه بينها، كل القوانين اللي فاتت هي هي ماشي. الاختلاف بس ان انت بدل ما كنت بتستخدم الستاندرد inner product اللي هو الدو برودكت هتستخدم ايه؟ الـ inner product function اللي هو مديها لك في المسألة. لو انا جيت اديتك مسألة ثانية قلت لك ايه؟ قلت لك افرض ان الـ V2 ده هو الـ vector space بتاع الـ polynomials of degree at most 2 ماشي. في الفاريبل اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه اكس. بيقول لك consider ايه يا شباب؟ the following inner product ايه؟ function. انا عرفت لك inner product function على الفيكتور سبيس اللي اسمه ايه يا شباب؟ اللي اسمه v2. طيب قلنا ايه بقى؟ قلنا لما تيجي تجيب الانر برودكت ما بين v of x و q of x هتعمل ايه؟ هتروح ماسك ال v of x ضاربها في q of x وعامل انتجريشن من نيجاتيف 1 ل 1. بنيجي نقول لو 1 و x و x سكوير بيكونوا ايه يا شباب؟ بيكونوا بيزز لمين؟ للبي 2. بيقول لك هات لي انت بقى اورثو ايه؟ اورثو نورمال بيزز لمين؟ للبي 2 باستخدام ايه يا جماعه؟ باستخدام ال inner product function اللي انا مديها لك. يبقى دلوقتي يا شباب بديك ايه؟ بديك فيكتور سبيس. مين هو الفيكتور سبيس بتاعك؟ الفيكتور سبيس بتاعك هو البي 2 صح؟ طب الفيكتور سبيس ده ليه بيزز؟ البيزز دي هي 1 واكس واكس ايه؟ سكوير. دي بيزز تمام؟ طالما دي بيزز يبقى دول اندبندنت. طيب هو بقى عايز يحول البيزز دي لايه؟ لاورثو نورمال بيزز. طب عشان يحول البيزز لاورثو نورمال بيزز قلنا هنستخدم ايه؟ الاستاذ كان احنا النمره اللي فاتت اللي هي جرام شميت ايه؟ اورثوجونالايزيشن بروسيس. طيب لما يجي يستخدم جرام شميت المفروض بقى هيضرب ايه؟ الفيكتورز ببعض ماشي؟ لما تضربهم هتستخدم الانر برودكت فانكشن دي تمام؟ يعني انا دلوقتي يا جماعه عندي ثلاثه فيكتورز يو 1 ب 1 ويو 2 ب اكس ويو 3 بايه؟ ب اكس سكوير. عايز احول البيزز دي لايه؟ لاورثو نورمال بيزز. فهقول ايه؟ هقول ان v1 زي ما قلنا المره اللي فاتت هو مين؟ هو u1. يبقى ال v1 بكام؟ ب1. طيب v2 هو ايه؟ ايه الرول بتاعه؟ كان u2 ماينس u2 ضد v1 على v1 ضد v1 في مين؟ ال v1 صح ولا لا؟ الفرق بس ان هي بدل ما بقت ضد دلوقتي هتبقى ايه؟ هتبقى inner product واستخدم الفانكشن اللي فوق.
يعني انا دلوقتي هقول ايه؟ هقول يو 2، يو 2 اللي هو مين؟ اكس ماينس، همسك الاكس اعمل لها هنا البرودكت مع مين؟ مع واحد، على واحد مع واحد في مين؟ واحد، صح ولا لا؟ طيب انت بقى دلوقتي لما تيجي تعمل هنا البرودكت للاكس مع الواحد هتطبق الفانكشن دي؟ لو هنا عندك اكس وواحد يبقى انت كانك ضربت الاكس في الواحد ولا لا؟ يعني كانك مسكت الاكس ورحت عامل لها انتجريشن من نيجاتيف واحد لواحد، هيديك ايه يا جماعه؟ اكس سكوير على 2 معوض في نيجاتيف واحد لواحد هيديك ايه؟ صفر. عشان هيديك واحد ماينس وتعوض بنيجاتيف واحد برضه هيديك واحد، صح ولا لا؟ يبقى انت دلوقتي عندك الكلام ده هيطلع بكام؟ هيطلع بزيرو، يبقى الكلام ده هيطلع بكام؟ هيطلع باكس. طيب بعد كده هروح اجيب مين؟ اروح اجيب مين؟ اروح اجيب دي 3. طيب مين هي دي 3؟ كان ايه قانون دي 3 يا شباب؟ امسك الدي 3 اعمل فيها ايه؟ كان القانون بتاع الدي 3 هو عباره عن يو 3 ماينس يو 3 هضربها في الدي 1 على الدي 1 الدي 1 الدي 1. بعد كده امسك اليو 3 هضربها في مين؟ في البي 2 على بي 2 في البي 2 في البي 2، صح كده؟ طيب تعالى بقى هنا يبقى بي 3 هتساوي يو 3 اللي هي مين؟ اكس سكوير ماينس، اروح اعمل ايه؟ اروح ماسك الاكس ايه؟ سكوير ضربها بي 1 اللي هي 1 على 1 1 1، بعد كده ناقص اليو 3 اللي هي اكس سكوير هضربها بي 2 اللي هي اكس على اكس هضربها في نفسها في اكس، تمام كده؟ طيب تعالى بقى نحسب الانر برودكت بتاع اكس سكوير واحد هيطلع بكام؟ هيطلع عباره عن ان هضرب الاكس سكوير في الواحد وهعمل لها انتجريشن هتبقى عباره عن ايه؟ اكس باور 3 على 3، لما تعوض هنا هيدي لك 1 على 3 ماينس لما تعوض من نيجاتيف 1 هيديك نيجاتيف 1 على 3، يبقى الكلام ده طلع بكام؟ 2 على 3. 2 على 3، طب لما تضرب 1 في 1 يبقى هتقول هنا بعمل انتجريشن لواحد دي اكس، صح؟ تمام. نيجاتيف واحد لواحد يبقى هيديك ايه؟ اكس. طيب لما تعوض هيدي لك ايه؟ 2. هيدي لك 2. طيب بعد كده لو انا عندي اكس سكوير مضربها في اكس هتديني ايه؟ هتديني انتجريشن اكس باور 3 من نيجاتيف واحد لواحد اللي هي هتديك اكس باور 4 على 4 وعوض من نيجاتيف واحد لواحد هيديك كام؟ 0. زيرو. يبقى الترم ده خلاص بكام؟ ده بزيرو. بزيرو. يبقى ده معناه ان دي 3 بكام يا شباب؟ اكس سكوير ناقص اكس. دي 3 يبقى اكس سكوير ماينس ده طلع بكام؟ 2 على 3 على ده طلع بكام؟ 2. والكلام ده هيتضرب في كام؟ 1. يبقى الاثنين اضرب مع الاثنين يبقى دي 3 طلعت بكام؟ 1 على 3 اكس سكوير ماينس 1 على 3، صح كده؟ يبقى ده البي 1 وده البي 2 وده الايه؟ البي 3. طب انت هتعمل ايه بقى؟ قلنا بنجيب الماجنتيود بتاع كل واحد، ماشي؟ يعني انا لو عايز اجيب ايه يا جماعه؟ مش انا عندي واحد لما ضربتها في واحد طلعت بكام؟ طلعت باثنين. طب مش ده هيبقى ماجنتيود الواحد سكوير؟ يبقى ماجنتيود الواحد بكام؟ جزء بروت 2، صح ولا لا؟ يبقى انت دلوقتي هنا ماجنتيود البي 1 هيطلع بجذر 2. طيب المفروض انت لما ضربت الايه؟ لما تيجي تضرب الاكس في نفسها هتدي لك ايه؟ هتدي لك انتجريشن مين؟ اكس سكوير من نيجاتيف 1 لواحد، يعني هتدي لك ايه؟ هتدي لك 2 على 3 زي دي ولا لا؟ مظبوط؟ طيب يبقى دلوقتي ده معناه اكس في اكس ده هو ماجنتيود البي 2 سكوير، يبقى ماجنتيود البي 2 بكام؟ جذر 2 على 3. ماجنتيود البي 2 عباره عن جذر 2 على 3. طيب المفروض هنا لو انت عايز تجيب ماجنتيود مين؟ البي 3 سكوير هتضرب الايه؟ البي 3 في نفسها. طيب مش هي البي 3؟ يبقى انا هعمل ايه؟ اضربها في نفسها هيبقى عندي ايه يا جماعه؟ هيبقى عندي هنا ماجنتيود البي 3 سكوير هيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن اكس سكوير ماينس 3 1 على 3
هضربها في اكس سكوير ماينس 1 على 3. يبقى الكلام ده هيديني انتجريشن اكس سكوير ماينس 1 على 3 سكوير، تمام؟ واعمل الانتجريشن ده هيديني ايه؟ هيديني اكس باور 4 ماينس 2 على 3 اكس سكوير بلس 1 على 9. يبقى الكلام ده هيديني اكس باور 5 على 5 ماينس 2 على 3 اكس باور 3 على 3 بلس 1 على 9 في مين؟ في اكس. طيب انت دلوقتي لما تعوض بالواحد هيديك ايه؟ 1 ماينس لما تعوض بالنيجاتيف 1 هيديك ايه؟ 2 على 5. بعد كده ماينس 2 على 9 لما تعوض بالواحد هيديك 1 ماينس ماينس 1 يبقى هتضرب الكلام ده في 2. بعد كده زائد 1 على 9 في عوض بالواحد والنيجاتيف 1 هيديك 2. يبقى الكلام ده هيدي لك 2 على 5 دي نيجاتيف 4 على 9 و2 على 9 يبقى نيجاتيف 2 على 9. يبقى الكلام ده هيدي لك لو ب هتدي لك كام؟ 18 ماينس 10 يبقى الكلام ده هيديك كام؟ 8 على 5. 8 على 5 و3 تمام؟ طيب بس خلي بالك ده ماجنتيود البي 3 ايه؟ سكوير. يبقى ده معناه ان ماجنتيود البي 3 بكام؟ بروت ايه يا شباب؟ 8 على 5 و3. يبقى المفروض بقى ان الاورثو نورمال ايه يا جماعه؟ الاورثو نورمال بيزز لمين؟ للبي 2. هتبقى عباره عن دبليو 1 هي في 1 على الماجنتيود بتاعه. قال في 1 هتسمعها على الماجنتيود بتاعه يبقى هيبقى 1 على روت 2. ودبليو 2 هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى عباره عن في 2 على الماجنتيود بتاعها. يعني هتبقى روت 3 على 2 في اكس. طب دبليو 3 هتبقى عباره عن في 3 على الماجنتيود بتاعها اللي هو روت 45 على 8 في يا شباب؟ اكس سكوير ماينس 1 على 3. يبقى انت كده معاك ايه يا جماعه؟ معاك الاورثو نورمال ايه؟ بيزس بتاعت ايه؟ بتاعت البي 2 بريليتيف للانر برودكت فانكشن دي. يبقى انا كده عملت ايه يا جماعه؟ عملت البروسيس بتاعت ايه؟ بتاعت جرام شميت على البيزس دي اللي هي الستاندرد بيزس بتاعت البي 2 ماشي؟ رحت محولها لايه؟ لاورثو نورمال بيزس تمام؟ ماشي. ودول اورثو نورمال بيزز ريليتيف لايه؟ للفانكشن اللي انا اديتها. يبقى اي فيكتور سبيس يا جماعه مش لازم الفيكتور سبيس ده يبقى الار ام تمام. ممكن الفيكتور سبيس ده يبقى البي 2 يبقى اي ماتريكس ام في ام يبقى اي فانكشن. المهم ايه؟ على الفيكتور سبيس ده انا بعرف لك الى البرودكت فانكشن ماشي. والفيكتور سبيس ده ليه بيزز معينه ماشي. انت في البروسيس بتاع جرام شميت ماشي هتقدر تحول البيز دي ايه يا شباب؟ لي اورثو نورمال بيزز تمام. في حد عنده مشكله كده في الحته بتاعت الانر برودكت دي؟ عايزين بقى نبدا شابتر جديد بعد الانر برودكت. شابتر ده يا جماعه اسمه الايجن فاليو ايه؟ بروبلم. لو انا هبدا اتكلم على الشابتر بتاع الايجن فاليو بروبلم يا جماعه بنيجي نقول ايه؟ بنيجي نقول ان بصفه عامه انت عارف انك لما تضرب البي في الاكس بتديك ايه؟ بتديك بي. يعني لما تضرب الاكس في البي بتديك فيكتور تاني صح ولا لا؟ طيب الشابتر ده بقى احنا بندور على ايه؟ قال لك في الشابتر ده احنا بندور على الفيكتور اللي اسمه اكس اللي بيحقق ايه يا جماعه؟ اللي بيحقق ان الاكس ده لما يضرب في البي يرجع يديك اكس تاني ما يدكش بي بس مضروبه في سكيلر في رقم. الفيكتور اللي يحقق الكلام ده الفيكتور ده ساعتها هسميه يا جماعه؟ هسميه الاي بي ايه يا شباب؟ فيكتور بتاع مين؟ بتاع الماتريكس اللي اسمها ايه؟ واللمضه دي ساعتها يا شباب هسميها ايه؟ ده رقم هسميه الاي بي ايه؟ الايجن فاليو بتاع الماتريكس اللي اسمها مين؟ اللي اسمها ايه؟ يبقى تاني يا جماعه انت المفروض بصفه عامه لما تضرب الاكس في الايه تديك فيكتور تاني
تمام؟ طب انا بقى في الشابتر ده مش بدور على الاكس ايه؟ اللي بتضرب في الاي تديني فيكتور تاني، وانا بدور على انهي اكس؟ انا بدور على الاكس اللي لما تضرب في الاي ترجع تديني نفس الاكس بس مضروبه في رقم. الاكس اللي تحقق الكلام ده بتبقى اسمها الايجن فيكتور بتاعت الاي. والرقم اللي حقق الكلام ده بنسميه الايجن فاليو بتاعت الاي. يعني مثلا لو جينا اخذنا مثال بسيط. لو انا جيت قلت لك عندك ماتريكس A بماتريكس 2 في 2 عباره عن محايد بالمنظر ده. وعندك فيكتور X برضه عباره عن محايد بالشكل ده. تمام؟ فنيجي نقول هنا هل الاكس ده يعتبر ايه يا جماعه؟ ايجن فيكتور لمين؟ للـ A؟ ولو هات الـ A. هات الـ corresponding يا شباب. ايجن ايه؟ ايجن فاليو. طيب فانا عشان اعرف ده ايجن فيكتور ولا لا هعمل ايه؟ هروح ضارب الـ A في الـ X. يبقى هضرب الـ A اللي هي الماتريكس دي هضربها في الـ X اللي هو الفيكتور ده. طيب لما بتضرب بتضرب روف كولوم يبقى هتديك 1 زائد 1 2 وهتضرب روف كولوم هيديك 2. طب مش انا اقدر اخد الاثنين كومن ويرجع لي 1 1 تاني؟ انت لما ضربت الوحيد ده في الماتريكس دي رجع اداك الوحيد تاني بس في الرقم ده صح ولا لا؟ يبقى ده معناه ان 1 1 ده يعتبر ايه يا جماعه؟ يعتبر ايجن فيكتور لمين؟ للـ A. واللمضه بكام؟ اثنين. هي ايه يا شباب؟ ايجن فاليو. هي الكورسبوندنج ايه يا جماعه؟ كورسبوندنج ايجن ايه؟ ايجن فاليو بتاعه الايه. تمام كده؟ يبقى احنا بقى في الشابتر ده عايزين نجيب ايه؟ عايزين نجيب الاكس اللي هو الايجن فيكتور واللمضه اللي هي الايجن فاليو اللي تحقق الايكويشن بتاعت ايه الاكس بتساوي ايه يا جماعه؟ بتساوي لمضة اكس. تمام؟ يعني في المساله دي انا هديك ايه؟ انا هديلك ماتريكس الايجن فاليو بروبلم دي الايجن فاليو بروبلم دي انا هديلك ايه يا جماعه؟ هديلك ماتريكس اسمها ايه؟ الماتريكس دي هتبقى سكوير ماتريكس. يعني هتبقى كام في كام؟ هتبقى ان في ان. طب المطلوب منك بقى انك تعمل ايه؟ المطلوب منك انك تجيب الايه يا جماعه؟ الاكس وتجيب الايه؟ اللمضة. يعني المطلوب منك انك تجيب الايجن ايه؟ فيكتورز بتاعه الايه والايجن ايه يا شباب؟ فاليوز بتاعه الايه. ده المطلوب منك في المساله. تمام؟ طيب ازاي بقى لو انا اديتك ماتريكس ايه اجيب اللمضة والاكس؟ هقول دلوقتي ان مش المفروض ان ايه اكس بتساوي لمضة اكس؟ طيب وادي دي الناحيه دي، يبقى ده معناه ان ايه اكس ناقص لمضة اكس بتساوي ايه؟ زيرو. طيب لو انا جيت يا جماعه اخدت الاكس ايه؟ كومن من ناحيه ايه؟ اليمين، هيفضل لك ايه ماينس كام؟ لمضة. بس الايه دي ايه؟ ماتريكس، واللمضة ده ايه؟ سكيلر، فلازم احط هنا ايه؟ اي. مش لازم اطرح ماتريكس ناقص ايه؟ ناقص ماتريكس، ما ينفعش اطرح ماتريكس ناقص رقم. تمام؟ طيب خلي بالك بقى ان الرايت هاند سايد بكام؟ بزيرو. يبقى ده معناه ان ده يعتبر ايه؟ ده يعتبر هوموجينيوس. ايه يا شباب؟ هوموجينيوس سيستم. عشان ايه؟ ده سيستم الرايت هاند سايد بتاعه بزيرو. طب الهوموجينيوس سيستم ده قلنا عنده احتمال ايه يا جماعه؟ من الاثنين، يا اما يبقى عنده يونيك سوليوشن، يا اما يبقى عنده ايه؟ انفينيتي number of a of solutions صح ولا لا؟ يبقى يا اما كده يا اما كده. طيب انت دلوقتي انت هيبقى عندك unique solution، هيبقى عندك unique solution لو ال a minus lambda i دي كان ليها ايه يا جماعه؟ كان ليها inverse صح ولا لا؟ يعني لو كان ايه الديترمنت بتاع a minus lambda i بكام؟ زيرو. مش بزيرو صح ولا لا؟ طب لو الديترمنت مش بزيرو يبقى ساعتها هتيجي تلاقي ان الاكس هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى عباره عن اصفار، لانك هتقدر تضرب في الانفرس في الناحيتين ولا لا؟ يبقى الاكس ساعتها هيطلع ايه؟ هيطلع اصفار. تمام؟ الاصفار دي سميناها ايه يا جماعه؟ سميناها تريفيال ايه؟ سوليوشن. طيب احنا مش عايزين ده اللي يطلع. يعني الايجن فيكتور ده يا جماعه، الايجن فيكتور ده لازم يطلع عباره عن ايه؟
نان زيرو ايه يا شباب؟ فيكتور. تمام؟ يعني ما ينفعش يطلع الايجن فيكتور ده هو الايه؟ هو التريفيال سوليوشن. تمام؟ يبقى انا مش عايز امشي في السكه بتاعت الايه؟ اليونيك سوليوشن. يبقى انا همشي في انهي سكه؟ انفينيت سكه الانفينيت سوليوشن. طب طالما انت هتمشي في سكه الانفينيت سوليوشن يبقى انت عايز الاي ناقص لاندا اي دي يكون مالها؟ يكون ملهاش انفرس عشان يطلع لك انفينيت. يعني انت عايز ايه؟ عايز الديترمنت بتاع اي ماينس لاندا اي يساوي ايه يا جماعه؟ يساوي زيرو. يبقى انت دلوقتي هنا لما تيجي تحل المساله بتاعه الايجن فاليو انا هديك ماتريكس ايه؟ انت هتعمل ايه عشان تجيب اللاندا وتجيب الاكس؟ انت دلوقتي عايز الاكس ده ما يطلعش ايه؟ ما يطلعش تريفيال سوليوشن. فهتعمل ايه؟ المفروض ان الستبس بتاعتك اول خطوه من الماتريكس ايه هتروح تجيب مين؟ هتجيب الماتريكس اللي اسمها ايه يا شباب؟ اللي اسمها ايه ناقص لاندا اي. طب ايه ناقص لاندا اي دي هتجيبها ازاي؟ هتجيبها عن طريق ان انت تعمل ايه؟ ان انت تطرح لاندا منين يا شباب؟ من الدياجونال بتاع مين؟ بتاع الايه؟ يبقى انت هتنسب الارقام اللي على الدياجونال تروح تطرح منها كام؟ لاندا. يبقى انت كده جبت ماتريكس اسمها ايه ناقص لاندا اي. الخطوه الثانيه انت دلوقتي عايز تجيب نان زيرو فيكتور، يعني عايز الديترمنت ايه؟ بتاع الايه ناقص لاندا اي تساوي بزيرو. طبعا هتفك الديترمنت، الديترمنت ده هيطلع لك ايه؟ ايكويشن فين؟ في اللاندا. صح ولا لا؟ لما تيجي تفك الديترمنت هيطلع لك معادله في ايه يا جماعه؟ معادله في اللاندا. لو الاي دي ان في ان المعادله دي هتبقى الديجري بتاعها كام؟ ان. يعني لو الاي 2 في 2 هيطلع لك معادله فيها لاندا سكوير. لو الاي 3 في 3 هيطلع لك معادله فيها ايه؟ لاندا باور 3. المفروض ان المعادله دي بنسميها ايه يا جماعه؟ بنسميها الكاركترستيك. ايه يا شباب؟ كاركترستيك ايكويشن بتاعه مين؟ بتاعه الايه؟ يبقى دي المعادله ماشي. من هنا هنقدر نجيب ايه؟ هنقدر نجيب القيم بتاعت مين يا جماعه؟ بتاعه اللمبه ماشي. يعني انت لما تفك الديترمنت ده هيطلع لك معادله في اللمبه. المعادله دي هتحطها مثلا على الكالكوليتر وتطلع قيم مين؟ اللمبه. لو الايه 2 في 2 يبقى هيطلع لك قيمتين للمبه. لو الايه 3 في 3 هيطلع لك 3 قيم للمبه، وهكذا زي ما هنشوف. طيب بعد ما جبت اللمبه اعمل ايه؟ هروح معوض بايه يا جماعه؟ اعوض ب كل لاندا في الهوموجينيوس يا شباب سيستم اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه ايه ماينس لاندا اي اكس ايكوال كام؟ زيرو. يبقى انا همسك كل لاندا اعوض بيها هنا تمام؟ واحل ايه؟ احل الايه يا شباب؟ الهوموجينيوس سيستم واجيب مين؟ ال اكس بتاعت مين؟ بتاعت اللمبه دي. يبقى دلوقتي لما اديلك ماتريكس اسمها ايه؟ بقول لك هات الايجن فاليو والايجن فيكتور، انت هتعمل ايه؟ انت كل اللي انت هتعمله ان انت هتمسك الماتريكس ايه دي تطرح من على الدايجونال ايه؟ لمبه. طب لما تطرح من على الدايجونال لمبه هتجيب ماتريكس اسمها مين؟ ايه ناقص لمبه اي. طب بعد ما جبت الايه ناقص لمبه اي هتجيب الديترمنت بتاعها وتساوي بزيرو، هتطلع معادله في اللمبه، المعادله دي بسميها كاركترستيك ايكويشن بتاعت ايه؟ هتحل المعادله دي، وبعد ما تحل المعادله هتعمل ايه؟ هتروح مطلع قيم اللمبه، بعد ما اجيب قيم اللمبه اعوض كل قيمه للمبه في السيستم اللي اسمه ايه ناقص لمبه اي اكس بيساوي زيرو، واحل الهوموجينيوس سيستم ده واجيب مين يا جماعه؟ اجيب الاكس عند كل ايه؟ عند كل لمبه. طيب تعالى بص كده لو جينا اخدنا مساله على الكلام ده هنيجي نقول ايه؟ لو انا جيت قلت لك هات ال ايجن فاليوز و ال ايجن فيكتورز بتاعت مين يا جماعه؟ بتاعت الماتريكس اللي اسمها ايه؟ والايه ده عباره عن ايه يا شباب؟ عباره
مثلا على 2 نيجاتيف 2 3 1 1 1 و 1 3 نيجاتيف 1. لو انا عندي ماتريكس A بالمنظر ده طيب ويدو ثلاثة الايجن فالوز والايجن فيكتورز. تعالى نعمل الخطوات اللي احنا قلناها هناك. اول خطوه قلنا نعمل ايه؟ اجيب ماتريكس اسمها ايه ناقص لاندا اي. ازاي اجيبها؟ اروح ماسك الارقام اللي على الدياجونال طارح منها ايه يا شباب؟ لاندا لاندا. طب بقيه الارقام هتنزل زي ما هي تمام كده؟ بعد كده اروح اعمل ايه؟ عشان امشي بسكه الانفينيت سوليوشن هاخد الديترمنت بتاع ايه ناقص لاندا اي واسوي زيرو. فهعمل ايه؟ فك الديترمنت ده. هقول 2 ناقص لاندا في شيل الرو وشيل الكل. ده بقى كام؟ واحد ناقص لاندا في نيجاتيف واحد نيجاتيف لاندا. ناقص ده بقى كام؟ بتلاته. طيب بعد كده بلس 2 في شيل الرو وشيل الكل. ده بقى كام؟ نيجاتيف واحد نيجاتيف لاندا. ماينس ده بقى كام؟ واحد. بعد كده بلس 3 شيل الرو وشيل الكل. ده بقى كام؟ ثلاثة ناقص. ثلاثة ماينس. المفروض واحد ناقص ايه؟ لندا بتساوي زيرو. تمام كده؟ طيب افك بقى الكلام ده. الكلام ده يا جماعه لما تيجي تفكه ده هيديك كام؟ نيجاتيف 1 وفي عندك هنا نيجاتيف لندا وفي عندك هنا ايه؟ بلس لندا هيكنسلوا بعض وفي عندك ايه؟ بلس مين؟ لندا سكوير. لندا سكوير. يبقى في عندك نيجاتيف 1 يعني انت عندك هنا في بره 2 ناقص لندا في دي كانها نيجاتيف 1 زائد لندا سكوير نيجاتيف 3 يبقى دي كانها لندا سكوير ماينس كام؟ ماينس 4. تمام تمام. بعد كده في عندك هنا دي كانها ايه؟ دي كانها نيجاتيف لندا نيجاتيف ايه؟ 2. اضرب الاثنين جوه هيديك ايه؟ نيجاتيف 2 لندا نيجاتيف 4. يديلك نيجاتيف 2 لندا زائد كام؟ 4. نيجاتيف 4. تمام؟ طيب في عندك هنا دي كانها ايه دي؟ دي كانها 3 ماينس 1 زائد كام؟ لندا. لندا يعني كانها 2 ايه؟ زائد لندا. زائد لندا مظبوط؟ طيب يبقى هتضرب الثلاثة دي جوه تديك كام؟ 6 زائد 3 لندا. تديك 6 زائد 3 لندا. تمام كده؟ طيب انت بقى هنا عندك ايه؟ عندك جيب 2 ناقص لندا تضرب الاثنين دي جوه هيطلع لك ايه؟ 2 لندا سكوير. 2 لندا سكوير ماينس 8 ماينس لندا كيوب زائد 4 لندا ماينس 2 لندا ناقص 4 زائد 6 زائد 3 لندا. طيب في عندك هنا نيجاتيف لندا كيوب وفي عندك هنا زائد ايه؟ 2 لندا سكوير وفي عندك هنا ادي 4 لندا ناقص 2 لندا زائد 3 لندا يبقى هيديك كام؟ 4 ناقص 2 2 2 و 3 6 هيدي لك 5 ايه؟ 5 لندا. 5 وفي عندك هنا نيجاتيف 8 وفي عندك هنا نيجاتيف 4 يبقى نيجاتيف 12 زائد 6 يبقى نيجاتيف كام؟ 6. 6. لو انت سبت المعادله دي ممكن تضربها في ايه؟ في نيجاتيف 1 هيطلع لك ايكويشن. الايكويشن دي يا جماعه دي معادله بقى 3 عشان الايه كانت كام في كام؟ كانت 3 في 3 ماشي. طالما الايه دي 3 في 3 يبقى هيطلع لك معادله لندا باور 3. المعادله بتاعتك هتبقى لندا ايه؟ كيو ماينس 2 لندا سكوير نيجاتيف 5 لندا بلس 6 بتساوي 0. المعادله دي يا جماعه بنسميها ايه؟ بنسميها الكاركترستيك ايه يا شباب؟ الكاركترستيك ايكويشن بتاعت مين؟ بتاعت الايه؟ المعادله دي هتحطها على الكالكليتر وتطلع ايه يا شباب؟ تطلع القيم بتاعت مين؟ بتاعت اللندا. فالمسألة دي هيطلع لك ان اللندا بتاعتك بنيجاتيف 2 و3 و1 يعني اللندات المفروض تطلع ايه يا جماعه؟ طلعت ديستينكت. يعني ايه ديستينكت؟ يعني طلعت مختلفين مفيش ولا لندا ايه يا جماعه؟ متكرره. تمام؟ يعني طلعت ثلاث قيم بتوعي مختلفين مفيش ولا قيمه متكرره. تمام؟ كده جبت اللندا المفروض بقى عايز اجيب الايه؟ الاكس. طيب عشان اجيب الاكس هعمل ايه؟ هاجي عند كل لندا يعني هقول مثلا عند اللندا بنيجاتيف 2 ايه اللي هيحصل؟ عند اللندا بنيجاتيف 2 هروح معوض هنا يبقى هقول 2 بلس 2 هتديك كام؟ 4 وهنا نيجاتيف 2 وهنا 3. طيب دي 1 وهنا هتبقى نيجاتيف 2 هتبقى بلس 2 هتبقى 3 ودي 1 ودي هتبقى 1 و3. طيب المفروض تحط اللندا بنيجاتيف 2 تبقى دي زائد 2 ناقص 1 هتدي لك 1 وتحط الناحيه الثانيه اصفار ولا لا؟ تمام.
طبعا انت ممكن تطلع الصف ده يا شباب فوق عشان تخلي ده ايه واحد وتبدا تصفر ايه يا جماعه تحت كانك بتحل السيستم بقى عادي. هنعمل ايه؟ جاوس اليمينيشن عشان نحل ونجيب مين السوليوشن. طيب فانت هتعمل ايه؟ الرو الاولاني هتسيبه وتضرب في نيجاتيف 4 وتجمع 0 نيجاتيف 4 بقى نيجاتيف 12 نيجاتيف 12 واجمع بقى نيجاتيف 14 وفي عندك هنا نيجاتيف 4 واجمع هيديك كام؟ نيجاتيف 1. لكن لو ضربت ده في نيجاتيف 1 وجمعت هتلاقي ايه يا شباب؟ هتلاقي صفر. طبعا يا جماعه لازم عند اي لمبه يطلع لك ايه؟ يطلع لك انفينيت سوليوشن لان انت اساسا جايب النظار دي من ان انت مشيت في السكه بتاعت الانفينيت سوليوشن. تمام؟ يعني ما ينفعش عند اي لمبه يطلع لك ايه؟ يطلع لك الاكس هو التريفيال سوليوشن او الزيرو. ماشي؟ يبقى انت جايب ايه؟ اللمبه دي غلط او عملت رو اوبريشن غلط. تمام؟ يبقى لازم عند اي لمبه على الاقل صفي صفر. تمام؟ يعني لازم عند اي لمبه يطلع لك انفينيت يا جماعه سوليوشن. طيب المفروض بقى دلوقتي لما اجي احل هقول انا معايا كام ايكويشن؟ معايا 2 ايكويشن. اول ايكويشن اكس 1 زائد 3 اكس 2 بلس اكس 3 ب 0. طيب الايكويشن الثانيه نيجاتيف 14 اكس 2 نيجاتيف ايه يا جماعه؟ اكس 3 ب 0. طيب انا هنا معايا 2 ايكويشنز تمام؟ في كام نود؟ في نود احلهم بقى عشان اجيب ايه؟ الفاريبلز. فانا هفرض ان الاكس 3 سيب مثلا بايه يا جماعه؟ بالفا. يبقى لو الاكس 3 دي بالفا يبقى 14 اكس 2 هيبقى بنيجاتيف الفا يبقى اكس 2 هتبقى بنيجاتيف ايه؟ 1 على 14 الفا. طيب يبقى الاكس 1 هيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن نيجاتيف 3 اكس 2 اللي هي نيجاتيف 1 على 14 الفا نيجاتيف اكس 3 اللي هي الفا. يبقى الكلام ده هيديك 3 على 14 الفا ماينس الفا دي كانها ماينس 14 على 14 ماينس 11 نيجاتيف 11 على 14 الف. يبقى ده معناه ان الاكس بتاعتي يا جماعه ماشي الايجن فيكتور بتاعي هيبقى عباره عن الفا في ايه يا شباب؟ نيجاتيف 11 عباره عن الفا في نيجاتيف 11 على 4 ونيجاتيف 1 نيجاتيف 11 على 14 ونيجاتيف 1 على 14 وكام؟ 1. خلي بالك ان ده الفيكتور ده بتقول عليه ان هو الايه؟ الايجن فيكتور تمام بتاع مين؟ بتاع ايه؟ اللي بيقابل اللمبه بكام؟ ها؟ نيجاتيف 2 بنيجاتيف 2. هو نفسه يا جماعه برضه بيتقال عليه ان هو البيزس بتاع ايه يا جماعه؟ بتاع الايجن سبيس المرتبطه بايه؟ باللمبه بكام؟ بنيجاتيف 2. يعني عند اللمبه بنيجاتيف 2 دي يا جماعه انت ما عندكش ايجن فيكتور واحد ماشي، انت عندك انفينيت سوليوشن صح ولا لا؟ يعني عند اللمبه بنيجاتيف 2 انت ما عندكش ايه؟ ايجن فيكتور واحد. هتطلع لك انفينيت سوليوشن كل ما هتغير الالفا كل ما هيطلع لك ايه؟ ايجن فيكتور جديد ولا لا؟ يبقى انت عندك انفينيت ايجن فيكتور صح؟ الانفينيت ايجن فيكتورز دي كلها جوه سبيس، السبيس ده بنسميه ايه؟ ايجن سبيس. بنسميه الايجن سبيس بس بتاع مين؟ بتاع اللمبه بنيجاتيف 2 تمام؟ طيب السبيس ده البيز بتاعته هو مين؟ هو الفيكتور ده لان كل الفيكتورز عباره عن رقم فيه يعني ليه كومباينيشن منه ولا لا؟ تمام؟ يبقى خلي بالك بقى عند اللمبه بنيجاتيف 2 ماشي؟ انت ما بتطلعش فيكتور واحد، ما بتطلعش ايجن فيكتور واحد، انت بتطلع انفينيت ايه؟ ايجن فيكتورز. الانفينيت ايجن فيكتورز دي جوه سبيس، السبيس ده اسمه ايه؟ اسمه الايجن سبيس، الايجن سبيس ده مرتبط بمين؟ باللمبه بنيجاتيف 2 تمام؟ الايجن سبيس ده المفروض يا جماعه انت لو عايز تجيب البيز بتاعته هتبقى هو ايه؟ هو الفيكتور ده تمام؟ طبعا يا جماعه المفروض ان انت تعمل ايه؟ المفروض ان انت تعيد ايه يا شباب؟ نعيد الكلام ده عند اللمبه بكام؟ 3 و1 عند اللمبه ب 3 هتروح تجيب اكس 2 وعند اللمبه بكام؟ ب 1 هتروح تجيب مين؟ اكس 3. تعرف في المساله دي ان الاكس 2 عباره عن بيتا 1 1 1 وده هيبقى عباره عن جاما في ايه يا شباب؟ نيجاتيف 1 1 1. يبقى انت كده ده هيبقى هو ايه؟ البيز بتاع الايجن سبيس اسوشيتد باللمبه بكام؟ ب 3. وده البيز بتاع الايجن سبيس المرتبطه باللمبه بكام؟ ب 1. ب 1 تمام؟ يبقى احنا كده يا جماعه لما
بدي لك ماتريكس واقول لك هات الايجن فاليوز والايه شباب والايجن ايه والايجن فيكتورز. تمام؟ اقول لك هات الايجن فاليوز واقول لك هات الايجن فيكتورز وادي لك ماتريكس. الماتريكس دي طبعا لازم تبقى سكوير ماتريكس، يعني هتبقى 2 في 2 3 في 3 وهكذا. تمام؟ الماتريكس دي عشان تجيب الايجن فاليوز والايجن فيكتورز ايه الستبس بتاعتك؟ اول حاجه تمسك الديتا تطرح منها لامدا ار، يعني تطرح من عدد ولا لامدا، بعد كده هتجيب الديترمنت بتاع الايه بتاع الماتريكس دي وتساوي زيرو. لما تفك الكلام ده هيطلع لك ايكويشن، الايكويشن دي بنسميها ايه الكاركترستيك ايكويشن بتاع الايه، يعني دي المعادله اللي بجيب منها لمضات الايه. تقدر تحطها كالكوليتر وتجيب قيم مين يا جماعه؟ قيم اللمضات بتاعه الايه. اول حاله ممكن تقابلك ان اللمضات تطلع ايه يا شباب، تطلع كلها ديستينكت. يعني ايه تطلع كلها ديستينكت؟ يعني اللمضات كلها تطلع مختلفه. تمام؟ ساعتها كل لمضه هتعوض فيها هتجيب لك اكس واحده، الاكس دي بنسميها الايجن فيكتور عند اللمضه دي، او بنسميها ايه البيزس بتاع الايجن سبيس عند اللمضه دي يا جماعه. تمام؟ طيب خلي بالك بقى ان انا ممكن ادي لك مساله ثانيه. اقول لك ايه؟ اقول لك برضو هات الايجن فاليوز وايه يا جماعه؟ والايجن فيكتورز بتاعت مين يا شباب؟ بتاعت ماتريكس A 3 في 3. A دي عباره عن ايه؟ A دي عباره عن ماتريكس 0 0 نيجاتيف 2 1 2 1 1 و 0 3. تمام؟ طيب نيجي نقول لو انا عندي ماتريكس A بالمنظر ده هعمل ايه يا جماعه عشان اجيب الايجن فاليوز والايجن فيكتورز؟ هروح ماسك ايه؟ اول ستيب همسك الـ A دي اطرح منها ايه؟ لمضة من على الدايجونال، تبقى دي نيجاتيف لمضة، 0 نيجاتيف 2 1 2 ناقص لمضة 1 1 0 3 ماينس كام يا شباب؟ 3 ماينس لمضة. طيب بعد كده هعمل ايه؟ هجيب الديترمنت بتاع A ناقص لمضة I واساويه بكام يا شباب؟ ب 0. هيبقى عندك هنا ايه؟ نيجاتيف لمضة، اشيل الرو واشيل الكولم، ده في كام؟ عبارة عن 2 ناقص لمضة 3 ناقص لمضة، ناقص ده ب 0 وده اساسا ب 0. يبقى الاخير هيبقى نيجاتيف 2 شيل الرو والكولم ده ب 0 ماينس نيجاتيف 2 بلس هتبقى دي بلس ب 2 ايه؟ ناقص لمضة، صح كده؟ طيب انا ممكن اخد من هنا ايه يا جماعه؟ 2 ناقص لمضة كولم، صح؟ وامسك النيجاتيف لمضة دي اضربها جوه هتديني ايه؟ نيجاتيف 3 لمضة زائد ايه؟ لمضة سكوير. لمضة سكوير، تمام؟ وهيطلع هنا زائد كام؟ 2 ولا لا؟ مش انا خدت 2 ناقص لمضة كولم؟ فاضل لي ده اللي هو ده زائد الاثنين. تمام؟ طيب دي يا جماعه لو رتبتها هتدي لك ايه؟ لمضه سكوير ناقص 3 لمضه زائد 2. تعمل ايه؟ فاكتورايزيشن لدي هيديك ايه؟ هيدي لك لمضه ناقص 2 في لمضه ناقص كام؟ 1. يبقى هتيجي تلاقي ان اللمضات بتاعتك ب 2 وايه يا شباب؟ و2 وايه؟ 1. دي حاله ثانيه بقى ان اللمضات هنا طلعوا ايه؟ طلع فيهم تكرار. اللمضه ب 2 دي متكرره كام مره؟ مرتين. متكرره مرتين. لكن اول حاله اللمضات كانوا كلهم ايه يا شباب؟ كانوا كلهم مختلفين، كلهم ديستينج. تمام؟ تعال بص هنا يا شباب، نيجي نقول ايه؟ نيجي نقول هنا ان لو اللمضات كلهم ايه يا جماعه؟ متكررين، يبقى في الحاله دي ايه اللي هيحصل؟ في الحاله دي هاجي اقول عند اللمضه ب 2 اروح اجيب ايه؟ الايجن فيكتور عندها. هعوض عن اللمضه باثنين هتديني هنا كام؟ نيجاتيف 2 0 نيجاتيف 2. طيب لما تعوض هنا عن اللمضه باثنين هتديك ايه؟ 1 0 1. لما تعوض عن اللمضه باثنين هيديك 1 0 1. وهنا ايه؟ اصفار. طيب فانا ممكن اطلع ال 1 0 1 ده فوق وانزل النيجاتيف 2 دي واسيب ال 1 0 1 ده. بعد كده ال 1 0 1 ده اضرب في 2 واجمع هتلاقي الصف ده صفر. اضرب في نيجاتيف 1 واجمع هتلاقي الصف ده ايه؟ صفر. يبقى انا هنا يا جماعه طلع لي كام معادله؟ معادله واحده. كام مجهول؟ 3 مجاهيل. لان انا عندي معادله اكس 1 زائد اكس 3 بصفر. هنا هتفرض مين؟ الاكس 3 بايه؟ بالفا. يبقى الاكس 1 بكام؟ بنيجاتيف الفا. طب الاكس 2 بكام؟ ببيتا. لان الاكس 2 ده ممكن ياخد اي قيمه ولا لا؟ صح. لان الاكس 2 في اي معادله مضروب في صفر، فايا كانت قيمته مش هتاثر ايه؟ معاها. يبقى دلوقتي لما جيت حللت السيستم ده طلع لي الحل بتاعي عباره عن ايه يا جماعه؟ الاكس بتاعتي طلعت
اول حاجه ايه؟ نيجاتيف الفا، والثانيه بيتا، والثالثه الفا. طب مش انا اقدر اكتب الكلام ده الفا في حاجه زائد بيتا في حاجه؟ طيب ايه المعادلات بتاع الالفا؟ مش نيجاتيف 1 0 1؟ ايه معادلات البيتا؟ مش 0 1 0؟ يبقى ده يا جماعه يعتبر ايه؟ ايجن فيكتور، وده يعتبر ايه؟ ايجن فيكتور تاني، صح ولا لا؟ الاثنين دول مع بعض يعتبروا ايه؟ يعتبروا البيزز بتاعت مين؟ بتاعت الايجن سبيس بتاع مين؟ بتاع اللمضة بكام يا شباب؟ اللمضة باتنين، تمام؟ يبقى هنا اللمضة بتاعتك كانت مكررة كم مرة؟ مرتين. مكررة مرتين، تمام؟ خلي بالك هنا ان المفروض ان في عندك عدد مرات التكرار بتاع مين يا جماعه؟ بتاع اللمضه. عدد مرات تكرار اللمضه ده يا شباب بنسميه ايه؟ بنسميه الالجبريك مالتيبلستي. يعني انت هنا عندك اللمضه متكرر باتنين، دي الالجبريك مالتيبلستي بتاعتها بكام؟ متكرره كام مره دي؟ مرتين. مكررة مرتين، يبقى الالجبريك مالتيبلستي بتاعتها بكام؟ باتنين. في عندنا عدد الايه يا جماعه؟ الايجن فيكتورز عند الايه؟ اللمضة، ماشي؟ ده بنسميه ايه؟ ده بنسميه جيومتريك ايه يا شباب؟ مالتيبلستي. يبقى هنا عند اللمضة باتنين طلع الجيومتريك مالتيبلستي بكام؟ اتنين. الجيومتريك مالتيبلستي بتاعتك برضو باتنين، يعني اللمضة بتاعتي متكررة مرتين ده الجيومتريك مالتيبلستي، واللمضة فيه طلع عندها اكسين ده بنسميه ايه؟ جيومتريك ايه؟ مالتيبلستي. يبقى في الحالة دي بنيجي نقول ان الالجبريك ايه يا شباب؟ مالتيبلستي ساوت ايه يا جماعة؟ ساوت الجيومتريك مالتيبلستي، تمام؟ يعني ايه؟ يعني عدد مرات تكرار اللمضة سوى عدد مين؟ الايجن فيكتورز عندك، تمام؟ طبعا يا جماعه المفروض ان انت تعيد الكلام ده عند مين؟ عند اللمضه بكام؟ واحد. عند اللمضه بواحد هتروح تجيب ايه؟ الايجن فيكتور الثالث، فهتيجي تلاقي ان الايجن فيكتور الثالث بتاعك هيطلع بايه؟ هيطلع ب نيجاتيف 2 1 1، تمام؟ يبقى هو ده يعتبر ايه؟ يعتبر البيزز بتاعت مين؟ بتاعت الايجن ايه يا شباب؟ سبيس عند اللمضة بكام؟ واحد. عند اللمضة بواحد، تمام كده؟ يبقى خلي بالك بقى هنا ان الحالة التانية اللي ممكن تقابلك وانت بتحل ان اللمضات ما يطلعوش ايه؟ مختلفين. ما يطلعوش مختلفين، يطلعوا فيهم تكرار، تمام؟ بس يطلع ايه؟ عدد تكرار اللمضة اللي هو الالجبريك مالتيبلستي بيساوي عدد الايجن فيكتورز عندها اللي هو الجيومتريك مالتيبلستي، تمام؟ ايه الحاله الاخيره اللي ممكن تقابلك لما تيجي تحل مساله الايجن فاليو؟ لو انا مثلا يا جماعه جيت اديتك ماتريكس ايه؟ ماتريكس ايه دي؟ عباره عن ايه؟ عباره عن ماتريكس 2 4 3 و نيجاتيف 4 نيجاتيف 6 نيجاتيف 3 و 3 3 1. لو انا اديتك ماتريكس بالمنظر ده ماشي، وقلت لك برضه هات الايه؟
ايجن فاليوز وايجن فيكتورز. فانت اول خطوه هتعمل ايه؟ هختار هتعمل النمبر هيبقى 2 ماينس لامدا 4 3 نيجاتيف 4 نيجاتيف 6 ماينس لامدا نيجاتيف 3 3 3 1 ماينس لامدا. بعد كده اروح اجيب الديترمنت بتاع ايه ناقص لامدا اي يساوي كام؟ بزيرو. هيبقى عندي هنا 2 ناقص لامدا في كيلو رو شيل الكوين ده بجد كام؟ نيجاتيف 6 نيجاتيف لامدا 1 ناقص لامدا ماينس ده بده هيبقى بلس كام؟ بلس 9. بعد كده نيجاتيف 4 شيل ايه؟ الصف وشيل عنه وتبدا بكام؟ نيجاتيف 4 تمام؟ 1 ناقص لامدا المفروض نيجاتيف كام؟ نيجاتيف 9 تبقى بلس 9. بعد كده زائد 3 في شيل الرو شيل الكولم ودي هتبقى كام؟ نيجاتيف 12 ماينس ده يعني هتبقى ماينس 3 في نيجاتيف 6 نيجاتيف 3 لامدا تمام؟ برضه بقى هتقعد ايه؟ تفك الايه؟ البراكتس دي هيوصل هتوصل في الاخر كان اللامدا بتاعتك واحد ونيجاتيف 2 ونيجاتيف 2. يعني اللامدات برضه هنا طلعوا ايه يا جماعه؟ ريبيت. ها؟ طلعوا ريبيت صح كده؟ طيب تعالى مثلا عند اللامدا بكام؟ بنيجاتيف 2 نشوف ايه اللي هيحصل. عند اللامدا بنيجاتيف 2 يا جماعه تيجي تلاقي ايه اللي حصل؟ تيجي تلاقي هنا ان عند اللامدا بنيجاتيف 2 حط هنا اللامدا بنيجاتيف 2 بقت دي 4 و4 و3 بعد كده نيجاتيف 4 حط اللامدا بنيجاتيف 2 بقت دي بوست 2 بقت دي نيجاتيف ايه؟ 4 ونيجاتيف 3. طيب دي 3 ودي 3 حط اللامدا بنيجاتيف 2 بقت دي بوست 2 فبقت دي كام؟ 3. تعالى لغايه هنا طبعا واضح انك تقدر تجمع الاول على الثاني، الثاني ايه؟ يصفر يصفر. يعني انت ممكن تايه؟ تخليها كده والثاني ده يصفر والاخير ده انا ممكن اقسمه على ايه؟ اقسمه على 3 صح ولا لا؟ وممكن اطلع الوحايد دي فوق وانزل الاربعه 4 3 دي واخلي الاصفار فين؟ في الاخر مظبوط؟ بعد كده اروح ضارب في نيجاتيف 4 واجمع هيبقى هنا في ايه؟ 0 نيجاتيف 4 واجمع 0 نيجاتيف 4 واجمع نيجاتيف 1 تمام كده يا جماعه؟ يبقى دلوقتي بقى اقدر اقول ان في معادله بتقول لي اكس 1 زائد اكس 2 زائد اكس 3 ب 0 والثانيه بتقول لي نيجاتيف اكس 3 ب 0 يعني بتقول لي ان اكس 3 ب 0 يبقى الاكس 3 دي ب 0. افرض ان الاكس 2 بكام؟ افرض ان الاكس 2 بتاعتي بالفا يبقى الاكس 1 بكام؟ بنيجاتيف الفا. يبقى هتيجي تلاقي ان الفيكتور بتاعي هيبقى عباره عن الفا نيجاتيف 1 1 ايه؟ 0 صح ولا لا؟ طيب ده معناه ايه يا جماعه؟ ده معناه ان عند اللمضة بنيجاتيف ايه؟ عند اللمضة بنيجاتيف 2 هيبقى عندها الجبريك مالتيبلستي بكام؟ ب 2 عشان هي متكرره مرتين صح؟ وهيبقى عندها جيومتريك مالتيبلستي عند اللمضة بنيجاتيف 2 هيبقى عندها جيومتريك مالتيبلستي بكام؟ ب 1 علشان طلع عندها ايه؟ ايجن فيكتور 1. يبقى في الحاله دي هتيجي تلاقي ان الجبريك مالتيبلستي مش قد مين؟ مش قد الجيومتري مش قد الجيومتريك مالتيبلستي صح ولا لا؟ لان دي ب 2 ودي بكام؟ ب 1 والمفروض طبعا تعيش نفس الكلام ده عند اللمضة بكام؟ ب 1 وعند اللمضة ب 1 هتلاقي الايجن فيكتور بتاعك عباره عن ايه يا جماعه؟ عباره عن 1 ونيجاتيف 1 1 تمام؟ يبقى هو ده ايه يا جماعه؟ في الحاله الثالثه اللي ممكن تقابلك لما تيجي تحل اي مساله ايجن فاليو. يبقى انا دلوقتي يا جماعه لما اجي احل اي مساله ايجن فاليو قابلني حاله من الثلاث حالات دول. ايه هم الثلاث حالات؟ يا اما اللمضات كلهم يطلعوا ايه؟ ديستنكت مش ولا واحده متكرره. يبقى ساعتها كل لمضه هيبقى عندها ايه؟ هيبقى عندها اكس واحده او هيبقى عندها ايجن فيكتور ايه؟ ايجن فيكتور واحد تمام؟ يا اما اللمضات هيبقوا ريبيتد يعني هيبقى في تكرار تمام؟ طيب بس في التكرار ده في عندك حالتين. ايه هم الحالتين؟ يا اما عدد تكرار اللمضة يبقى قد عدد الفيكتورز يعني الجبريك مالتيبلستي تساوي جيومتريك مالتيبلستي يا اما عدد تكرار اللمضة ما يطلعش قد ايه يا جماعه؟ ما يطلعش قد مين؟ قد عدد الايجن فيكتورز يعني الجبريك مالتيبلستي ماشي ما تساويش الايه؟ الجيومتريك مالتيبلستي. يعني انت دلوقتي بنيجي نقول ان لما نيجي نحل Thank you.
الايجن فاليوز ليهم احتمالين، يا اما الايجن فاليوز بتوعك يكونوا ايه؟ ديستينكت، يا اما الايجن فاليوز بتوعك يكونوا ايه؟ ريبيتد. طيب لو الايجن فاليوز بتوعك ديستينكت يبقى ده معناه ايه؟ ده معناه ان كل لمضة هيبقى عندها ايه؟ هيبقى عندها ايجن فيكتور يا شباب واحد. ماشي؟ زي مثلا لما طلعت اللمضة واحد واثنين وثلاثة، فدي هيبقى عندها فيكتور واحد ودي عندها فيكتور واحد ودي عندها فيكتور واحد. تمام؟ خلي بالك بقى ان الحالة دي الايجن فيكتورز دول لازم يكونوا ايه يا جماعه؟ لازم يكونوا لينيرلي اندبندنت. يعني لو جيت تمسك الثلاثه ايجن فيكتورز دول، جيت تجيب الديترمنت بتاع الثلاثه فيكتورز دول، هيطلع الديترمنت ده ماله؟ مش بزيرو، طالما الايجن فاليوز مالهم؟ ديستينكت. يبقى لو الايجن فاليوز ديستينكت، لازم في الحاله دي تلاقي ان الايجن فيكتورز بتوعك مالهم؟ هيطلعوا لينيرلي ايه يا شباب؟ لينيرلي اندبندنت. طيب لو الايجن فاليوز ريبيتد، ماشي؟ الايجن فاليوز ريبيتد في عندك احتمالين. الاحتمال الاولاني ان الالجبريك يا شباب، الالجبريك مالتيبلستي تمام؟ تساوي ايه يا جماعه؟ الجيومتريك ايه؟ مالتيبلستي. يعني ايه يا شباب؟ يعني انا اقول مثلا ان اللمضه بتاعتي طلعت نيجاتيف 2 ونيجاتيف 2 1، عند النيجاتيف 2 طلعت 2 فيكتورز، وعند الواحد طلعت ايه؟ فيكتور ثالث. يبقى عدد تكرار اللمضه قد عدد ايجن فيكتورز. تمام؟ يبقى في الحاله دي بنيجي نقول ان الالجبريك بتساوي الجيومتريك. برضه يا جماعه في الحاله دي بنيجي نقول ايه؟ بنقول ان الايجن فيكتورز هيطلعوا ايه يا شباب؟ هيطلعوا لينيرلي اندبندنت برضه. طالما الالجبريك بيساوي الجيومتريك، يبقى الايجن فيكتورز اللي هم الاكس 1 والاكس 2 والاكس 3 هيطلعوا ايه يا شباب؟ هيطلع الديترمنت بتاعهم مش بايه؟ مش بزيرو. يعني انت لو جيت تشيك الفيكتورز دي هتلاقي الايجن فيكتورز دول لينيرلي اندبندنت. طيب الحاله الاخيره لو طلع لك ايه؟ لو طلع لك الالجبريك ايه يا شباب؟ مالتيبلسيتي. تمام؟ ماله؟ مش قد الجيومتريك ايه يا شباب؟ مش قد الجيومتريك مالتيبلسيتي. يبقى ده معناه ايه؟ ده معناه مثلا لو اللمضه بتاعتي كانت نيجاتيف 2 ونيجاتيف 2 1، بس عند اللمضه نيجاتيف 2 طلعت اكس واحده، وعند الواحد طلعت الاكس الثانيه. تمام؟ يبقى اللمضه نيجاتيف 2 الالجبريك مالتيبلسيتي بتاعتها ب2، لان هي مكرره مرتين، بس الجيومتريك مالتيبلسيتي بتاعتها بكام؟ واحد، عشان طلع عندها ايجن فيكتور واحد. في الحاله دي يا جماعه بنيجي نقول ان في الحاله دي الايجن فيكتورز، ماشي، بيكونوا لينيرلي ديبندنت، لان انا ما عنديش غير ايه؟ ما عنديش غير 2 فيكتورز بس، لان انا عندي الاي 3 في 3، صح ولا لا؟ يعني المفروض كان يبقى عندي 3 ايجن فيكتورز، تمام؟ بس لو جيت تجيب 3 ايجن فيكتورز هتيجي تلاقي الثلاثه دول ايه؟ هيكونوا ايه؟ ديبندنت. ما عندكش غير الاثنين دول بس هم الاندبندنت. طب ايجن فيكتورز ان جنرال بتبقى ايه؟ بتبقى ديبندنت. تمام؟ نيجي نقول يا جماعه لو الايجن فيكتورز اندبندنت، الماتريكس ايه اللي انا مديها لك، ماشي، في المساله بنسميها ايه يا جماعه؟ بنسميها سيمي سمبل يا شباب ماتريكس. يبقى معناها ايه كلمه ان الاي سيمي سمبل ماتريكس؟ الاي سيمي سمبل ماتريكس معناها ان الاي دي، ماشي، معناها ان الاي دي عندها لينيرلي اندبندنت يا شباب ايجن ايه؟ فيكتورز. تمام؟ لكن في الحاله دي بنيجي نقول ان الاي بنسميها ايه يا جماعه؟ بنسميها مش ايه؟ سيمي سمبل ماتريكس. يعني ايه الاي مش سيمي سمبل؟ يعني الاي دي عندها لينيرلي ديبندنت ايه يا شباب؟ ايجن ايه؟ ايجن فيكتورز. تمام؟
يبقى انت لما تيجي تحل اي مساله اي مثالي واي فيكتور هيطلع لك حاله من الثلاث حالات دول. حسبت الايجن فيكتورز طلعوا اكس 1 واكس 2 واكس 3 وجيت انا طلبت منك انك تجيب الايجن فاليوز والايجن فيكتورز بتوع الايه انفرس فانت هتعمل ايه؟ مش هتحل المساله تاني. انت عارف ان الايجن فاليوز والايه انفرس هما ايه؟ اروح قالب اللمضات بتاعه الايه. يبقى هي دي ايه يا جماعه؟ اللمضات بتاعه الايه انفرس ولا لا؟ والايجن فيكتورز بتوع الايه انفرس هما الايجن فيكتورز بتوع مين؟ بتوع الايه. تمام؟ تاني حاجة تكون عارفها ان لو الـ A عندها eigen value بكام يا جماعة؟ بلمدا و eigen vector بايه يا شباب؟ بx. يبقى الـ A power n هيبقى عندها ايه؟ هيبقى عندها eigen value بكام؟ بلمدا power n. ونفس الايه يا جماعه؟ نفس الايجن فيكتور اللي اسمه ايه يا شباب؟ اللي اسمه اكس. ليه؟ لان انت دلوقتي عندك الاي عندها ايجن فاليو لامدا وايجن فيكتور اكس. يبقى ده معناه ان اي اكس بتساوي ايه يا شباب؟ لامدا اكس. يبقى الاكس دي ساعتها هي مين؟ هي الايجن فيكتور بتاع مين؟ الاي. واللمضة دي ساعتها هتبقى هي مين؟ الايجن فاليو بتاع مين؟ بتاع الايه. طيب انا دلوقتي بقى يا جماعه لو مسكت الكلام ده رحت ضربه في ايه؟ ماشي، اضرب المعادله دي في ايه؟ يبقى هيطلع لك اي سكوير اكس بتساوي لمضة اي اكس ولا لا؟ هي اي اكس دي مش بتساوي لمضة اكس؟ يبقى اي سكوير اكس هتساوي ايه؟ لمضة سكوير في اكس. تمام؟ يبقى إيه سكوير في إكس يتساوي لامدا سكوير في إكس. يعني الإكس لما تضرب في إيه سكوير رجع تيجي في إكس في ده. يبقى الإكس ده يعتبر إيه؟ يعتبر برضو الأيجن فيكتور بتاع مين؟
تعال إيه سكوير واللامدا سكوير هي الايجن فاليو بتاع مين؟ بتاعت الاي سكوير ولا لا؟ يبقى انت لو عندك الاي عندها لامدا يبقى الاي سكوير هيبقى عندها لامدا سكوير والايجن فيكتورز هي هي ما بتتغيرش. يعني مثلا لو انا جيت قلت لك الاي اللامدات بتوعها 1 والنيجاتيف 2 و4 والاكسات بتوعها كان اكس 1 واكس 2 واكس 3 وطلبت منك انك تجيب الايجن فاليوز والايجن فيكتورز بتوع الاي سكوير مش عندي مساله ثاني همسك كل لامدا اعمل لها سكوير يبقى دي 1 و4 و16 ودول نفس الفيكتورز اكس 1 واكس 2 وايه يا شباب واكس 3 تمام. يبقى لو الاي عندها ايجن فاليو لامدا وايجن فيكتور اكس يبقى الاي باور ان هيبقى عندها ايجن فاليو لامدا باور ان وايه وايجن فيكتور اكس. طيب لازم برضو تكون عارف ان الـ A والـ A transpose ليهم نفس الـ يا جماعة ليهم نفس اللمبة لكن ما لهمش يا جماعة نفس الـ A ما لهمش نفس الـ Eigen Vectors ليهم Eigen Vectors ايه مختلفين. يعني ده معناه ان لو الـ A عندها لندا بواحد ونيجاتيف 2 و4 والـ Eigen Vectors كانوا x1 وx2 وx3 يبقى الـ A transpose برضو هيبقى عندهم لندا بواحد ونيجاتيف 2 و4 بس الـ Eigen Vectors هنا هيبقوا Eigen Vectors مختلفين تمام؟ يعني مش هقدر اجيبهم من الـ Eigen Vectors بتوع مين؟ بتوع الـ A تمام؟ طيب طبعا يا جماعه ده ليه؟ لان انت دلوقتي بنيجي نقول طالما الـ A ليها ايه يا جماعة؟ ليها Eigen Value بكام يا شباب؟ بلمدا. طالما الـ A ليها Eigen Value بكام؟ بلمدا. يبقى ده معناه ان الـ Characteristic Equation بتاعة الـ A هتبقى Determinant A ناقص لمدا I equal 0 ولا لا؟ صح؟ مش دي المعادلة اللي بتجيب منها لمدات الـ A؟ طيب دلوقتي يا جماعة مش في خاصية في الـ Determinant بتقول لك إن Determinant الـ A هو Determinant الـ A transpose؟ يبقى ده معناه إن Determinant A ناقص لمدا I هو نفسه Determinant A ناقص لمدا I لو جبت له مين؟ transpose. ترانسبوز في خاصية برضه ان هو بيتوزع على الايه؟ على البلس والماينس. يبقى الكلام ده هيجيب ديترمنت الاي ترانسبوز ناقص لندا في الاي ترانسبوز. طب ما الاي دي ماتريك سيمتريك يعني الترانسبوز بتاعها هيبقى هو هو الاي. طيب دي مين يا جماعه؟ مش دي الكاركترستيك ايه يا شباب؟ ايكويشن بس بتاعت مين؟ بتاعت الاي ترانسبوز. يعني انت لو جيت تجيب لمدات الاي ترانسبوز هتعمل ايه؟ مش هتجيب الاي ترانسبوز وتطرح من عندها اللمدا وتحل؟ بالظبط. يبقى المعادله دي بتجيب منها لمدات الاي ترانسبوز طلعت هي هي نفس المعادله اللي بتجيب منها لمدات الاي ولا لا؟ يبقى ده معناه ان الاي والاي ترانسبوز ليهم نفس المعادله نفس الايه؟ المعادله اللي بجيب منها مين؟ اللمدا. وطالما ليهم نفس المعادلة يبقى الـ A والـ A ترانسبوز ليهم ايه يا جماعة؟ ليهم نفس الـ A نفس الـ Eigen Value تمام؟ يبقى دي معلومات لازم تكون عارفها ان انت لو عارف الـ Eigen Value والـ Eigen Vector بتاع الـ A هتقدر تجيب الـ Eigen Value والـ Eigen Vector بتوع مين؟ بتوع الـ A Inverse وبتوع الـ A Power N وبتوع الـ A ترانسبوز تمام؟ لازم كمان تكون عارف ان لو الـ A عندها Eigen Value لندا و Eigen Vector بX يعني AX تساوي ايه؟ لندا X الـ X ده هو الـ Eigen Vector بتاع مين؟ بتاع الـ A واللمدا ده هو الـ Eigen Value بتاع مين يا شباب؟ بتاع الـ A. يبقى
لازم تلاقي ايه بلس اي رقم في اي. ار ده عبارة عن رقم. هيبقى عندها يا جماعة؟ هيبقى عندها ماشي ايجن فاليو بلامدا بس بلس ار. ونفس ايه يا شباب؟ نفس الايجن فيكتور اللي اسمه ايه يا جماعة؟ اللي اسمه اكس. يعني ايه؟ يعني تفرض ان الاي دي طلعت اللمضات بتاعتها 1 ونيجاتيف 2 و4 والاكسات بتاعتها اكس 1 واكس 2 واكس 3. يبقى ده معناه ان ايه زائد 3 اي مثلا. هيبقى اللمضات بتاعتها كل لمضه اجمع عليها مين؟ الار. الار هي بكام؟ 3. يعني هتبقى 1 زائد 3 يبقى اللمضه ب 4 ونيجاتيف 2 زائد 3 تبقى 1 و4 زائد 3 تبقى 7. ونفس الايه يا جماعه؟ نفس الايجن ايه؟ فيكتور. تمام؟ يبقى انا اقدر اجيب الايجن فاليو والايجن فيكتور بتوع الاي زائد مين؟ الاي زائد ار اي. طيب ليه بقى؟ ليه لو الاي ليها ايجن فاليو لندا يبقى الاي زائد ار اي ليها ايجن فاليو لندا زائد ار. دلوقتي يا جماعه مش انت عندك كي اكس بتساوي لندا اكس؟ لو انا جمعت ار اكس في الطرفين يبقى ده معناه ان اي اكس زائد ار اكس هتساوي لندا اكس زائد ار اكس، صح ولا لا؟ يبقى لو انا جيت اخدت اكس كومن هيفضل لي ايه؟ اي بلس ار، بس الاي دي ماتريكس والار ده رقم فلازم احط ايه؟ اي. ولو جيت اخدت هنا الاكس كومن هيفضل لي ايه؟ لندا بلس ار. يعني الاكس لما اتضربت في دي رجعت اديتك اكس في دي، يبقى الاكس دي هي ايه؟ هي الايجن فيكتور بتاع مين؟ بتاع اي زائد ار اي. واللندا بلس ار هي مين؟ هي الايجن فاليو بتاع مين يا شباب؟ بتاع الاي بلس الار اي. تمام كده؟ طيب برضه يا جماعه لازم تكون عارف ايه؟ لازم تكون عارف ان المجموع بتاع مين؟ بتاع الايجن فاليوز لازم يساوي التريس بتاع الماتريكس ايه؟ التريس اللي هو مين؟ المجموع بتاع الدياجونال بتاع مين؟ بتاع الايه؟ تمام؟ يعني لازم انت مثلا لو عندك ماتريكس A اللي احنا حلناها قبل كده مثلا 2 ونيجاتيف 2 و3 1 1 1 و 1 3 نيجاتيف 1. الماتريكس دي طلع عندها اللمضات نيجاتيف 2 و3 وايه؟ 1. طبعا لازم تلاقي ان اللمضات دي حققها ايه؟ ان المجموع بتاع اللمضات بكام؟ بنيجاتيف 2 زائد 3 زائد 1 يعني هيطلع ب 2. والتريس بتاع الماتريكس هيبقى مجموع الدياجونال، مجموع الدياجونال اللي هو 2 زائد 1 ناقص 1 اللي هو برضه كام؟ 2. تمام؟ يبقى انت ممكن تتاكد ان اللمضات بتاعتك صح ازاي؟ ان لازم ايه يا شباب؟ لازم لما تجمع اللمضات يطلع قد مين؟ قد التريس اللي هو مجموع الدياجونال بتاع الماتريكس. تمام كده؟ طيب لازم برضه يا جماعه تيجي تلاقي ان الضرب بتاع مين؟ بتاع الايجن فاليوز بتاعه الاي لازم يساوي يا جماعه ماشي حاصل ضرب الايجن فاليوز لازم يبقى قد الديترمنت بتاع الاي. يعني ايه؟ يعني لو ضربت الثلاث لمضات دول يعني حاصل ضرب مثلا لو اللمضات بتوعك عباره عن نيجاتيف 2 و3 و1 يبقى هتيجي تلاقي ان الديترمنت الاي لازم يطلع نيجاتيف 2 في 3 في 1. يعني الديترمنت الاي هيطلع بكام؟ بنيجاتيف 6. يعني انت لو جيت تحسب الديترمنت الماتريكس دي لازم يطلع بكام؟ بنيجاتيف 6. يبقى الديترمنت هو حاصل ضرب الايه؟ الايجن فاليوز. الايجن فاليوز لازم تحسب
تحقق الكلام ده. طيب ده معناه ايه يا جماعه؟ ده معناه ان لو الاي كان ليها ايجن فاليو بكام يا جماعه؟ بزيرو. لو الاي كان عندها ايه يا شباب؟ ايجن فاليو. لو الاي كان عندها ايجن فاليو بكام؟ بزيرو. يبقى ده معناه ايه؟ لو الاي عندها ايجن فاليو بزيرو، لو الاي عندها ايجن فاليو بزيرو، يبقى ده معناه ان البرودكت بتاع ايه؟ بتاع اللندا هيطلع بزيرو. يبقى ده معناه ان الديترمنت بتاع الايه هيطلع بزيرو. يبقى ده معناه ان الايه هتبقى ايه يا جماعه؟ هتبقى سنجلر، يعني ملهاش ايه يا شباب؟ ملهاش اندكس. يبقى انا اقدر اعرف من قيم اللندا اذا كان ايه؟ الايه اللي انت مديهالي دي ليها انفرس ولا لا؟ ازاي؟ الايه اللي انت مديهالي طلع عندها لندا بصفر، يبقى ده معناه ايه؟ ده معناه ان الايه دي مالها؟ سنجلر. لكن لو الايه ما طلعش ليها لندا بصفر، يبقى اعرف ان الايه دي هتبقى نون سنجلر، يعني هيبقى ليها ايه؟ ليها انفرس. عشان كده يا شباب ازاي لو اديتك ماتريكس ايه؟ ازاي تقدر تجيب الايجن فاليوز والايجن فيكتورز بتوع الايه؟ تمام؟ وازاي ايه الحاجات اللي ممكن تطلع لك لما تيجي تجيب الايجن فاليوز والايجن فيكتورز سواء اللندا ديستنكت او ريبيتد. وعرفنا لو معانا الايجن فاليوز والايجن فيكتورز بتوع الايه، ازاي نقدر نجيب الايجن فاليوز والايجن فيكتورز بتوع الايه انفرس وبتوع الايه باور ان وبتوع الايه ترانسبوز وبتوع الايه زي الار اي. تمام؟ وعرفنا ان الايجن فاليوز عموما لازم تحقق ايه يا جماعه؟ شرطين، ان مجموعهم لازم يساوي مجموع الدياجونال اللي هو التريس، وحاصل ضربهم لازم يساوي الديترمنت بتاع الماتريكس. وبالتالي لو عندي لندا بزيرو، يبقى الديترمنت الماتريكس اللي انت مديها لي بزيرو، والماتريكس هتبقى ايه؟ هتبقى سنجل. تمام؟ في حد عنده مشكله كده في الكلام ده؟ هو في اي شيتات نزلت على الجزء بتاع الانر برودكت؟ لا، انت هتتفق بالسنه احنا حلناها. في حد عنده مشكله في الكلام ده؟ Gracias.